وأولئك هم المهتدون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اليوم الأحد 14 يوليو 2019. الأب ديالي الأستاذ الموسيقار حسن ميقري فقد حياة وربح حياة وحدة أخرى عند الله إن شاء الله. كنشكر بعدا أولا صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي وقف جنبنا في لقيت هذا المرض ديالو، وكنشكر كاع الفنانين، كنشكر العائلة ديالي، كنشكر المواطنين المغاربة خوتو، كنشكر صحابي، كنشكر الناس كاملين زعما اللي وقفوا معاه، وكنشكر المستشفى العسكري اللي ارتاح فيه. كان في الدار كيتألم، مشى ارتاح تما باش يمشي عند الله مرتاح، ما مشاش مألم. الحمد لله انا هادشي اللي بغيناه هو ما يمشيش مألم، مشى مرتاح الحمد لله، وعطاني واحد الرسالة ان شاء الله انا راه غادي فيها. كنوعدك با كاع دوك الاعمال اللي درناهم في هاد الشهور الاخرين وباقي ما خرجوش غادي يخرجوا ان شاء الله. وكنبغيك بابا، كنبغيك بزاف، والحمد لله حنا غادي نتلاقاو ان شاء الله الفوق يا ربي. كنبغيك بابا، كنبغيك بزاف. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك اليوم، الله يرحمك أبا حسن، الله يرحمك أبا حسن، الله يرحمك. أنت الأب ديالنا كاملين. اليوم 14 يوليو 2019، ربي يبغي يحفظنا. شكرا لك.